حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة من محافظة الديوانية لمواكبة جولة السيد وزير الصحة في المحافظة للاطلاع ميدانيا على ما تعانيه هذه المحافظة في الجانب الصحي بالنسبة للمرضى، بالنسبة للأطباء، مشكلة نقص الأدوية والبنى التحتية وغيرها من الإشكالات اللي تعاني منها المحافظة. خليكم ويانا. ان شاء الله الاسبوع القادم راح يجيك الكتاب، الاعلان يصير عن طريق المحافظه حسب الوثائق القياسيه، فتح العطاءات يصير بالمحافظه. احنا فضلنا كل محافظه بمحافظتها، حتى شركات المحافظه ايضا حركه اقتصاديه بالمحافظه، حتى لا تجي شركه من غير محافظه او من بغداد او من غير مكان تاخذ العمل، والتحليل يصير مشترك بين المحافظه وبين الوزاره ان شاء الله. تاخذ لفت شهرين هاي العمليه، حتى بعدها نبلش. عندنا ايضا مركز سرطاني الان في تقييم الاجهزه، سافروا للخارج يشوفون الاجهزه الحديثه ان شاء الله خلال شهرين ايضا نبلش به بعون الله. محتاجين جدا ان شاء الله. كل الامور جاهزه ان شاء الله. هاي الامور على الاقل العاجله الان مستشفى الحياتي رد مستعجل به، يعني ما يصير هوايه 10 ايام 15 يوم. والله دكتور احنا كان عندنا مشكله باختيار الشركه، احنا ردنا شركة متخصصة في مجال المستشفيات، ويعني تعطلنا على مود اختيار شركة مناسبة. هسه حاليا مرحلة التحليل هو منتهي يعني. ان شاء الله بس يحال يعني، ويحال قريبا يعني الاسبوع ان شاء الله يحال ان شاء الله. والاربع مراكز اللي حولنا دولة الرئيس علينا بلشوا بالعمل. بلشوا جيد مباشرة. مستشفى عفا الكمال ايضا ما تتخصصي هم بلشوا به، هم بلشوا لحاله كلمة اللي حاله معنا، لأن كل المحالات معنا. مدير عام يحتاج دعمك سيد المحافظ. والله مدير عام بالإضافة إلى أنه مدير عام صحة الديوانية وكفو وشاب، فهو جيراني وصديقي وربيب العمر، إحنا تربين سوا. يعني أنا ما أرد أشيد لك بيه، خاف يصير بيه شهادتي مجروحة مثل ما يقولون، بس هو رجل يعمل على الإصلاحات الإدارية الممكنة اللي إحنا نحتاجها. احنا بالديوانية مع الوزير، مو بس المستشفى، مو بس القطاع الصحي، عندنا احنا جينا على مثل ما يقولون انا والدكتور عامر على خراب القام. على القام. نعم. حتى من الجانب الاداري وليس من الجانب العمراني، من الجانب الاداري ما لقينا اشي اداري صحيح. بين ما اشتغلنا على موضوع ارجاع الهيكلية وارجاع الصلاحيات ووضعنا الامور على السكة، هسه جاي نشتغل بهذا الجانب العمراني، وإن شاء الله معونتكم نوصل إلى إن شاء الله. لقاءاتنا مستمرة، عن المدير العام الوحيد اللي لقاءاتي به مستمرة، وبارحة 3 بالليل أنا. يعني 3 بالليل نقاشات، يعني نقاشات مو سوالف يعني، بحيث أنه دائما إحنا متواصلين أنا وياه، ونخلي المعقلات والحلول والمشاكل وحلولها، ومرات حتى نشارك يعني بتفتيش بالثنتين 3 بالليل المستشفيات. مهم جدا يعني نوصل الى المناطق النائيه، نصل للمناطق النائيه نفتشها يعني، بحيث انه نتاكد من وجود الطبيب، من وجود الخفراء، كل الامور. وان شاء الله مستمرين بهذا المنهج الى ان خلي الطريق يعني ان شاء الله عسك ان شاء الله. شرفنا اليوم بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور صالح حسناوي حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم سيد محمد الشاع السوداني، زيارة محافظة الديوانية. حقيقة اليوم شرفنا بزيارة المعالي وطلع حضرته على الواقع الصحي في محافظة الديوانية. ضمنت الجولة زيارات اللي ابتدأها مع لقاء مع سيد المحافظ، وزيارات ميدانية للمستشفيات التعليمية، مستشفى الديوانية التعليمي، مستشفى الولادة والأطفال، مركز صحي الجديدة، وكذلك مركز صحي الدغارة، ومركز أمراض الدم الوراثي. الحقيقة طلع المعالي على كل المعوقات والتفاصيل الخاصة بالعمل،
والتحديات اللي واجهناها في الفترة السابقة، وقدم لنا الحلول المناسبة للعمل والارتقاء بالواقع الصحي، ونشكر معالي على هذه الزيارة. كيسات ملازم يشوفوها صيادلة يثبتون عليها ملاحظات الدول بالرصاد دكتور، وهنا لعد هنا شنو دول ما لهم اهل بعد البرنامج ما مطبق عندنا. ليش يعني دكتور؟ هسه وصلنا الكتاب ذاك الاسبوع وبلشنا انه راح نسوي، لان اعداد الروتيتر عندي هو يا دوب كفي طابه. ليش يا دوب 45 صيدله المستشفى كلها ثلاثه كافي عليها؟ لا دكتور، على العرض هات عندي 12 رتها. ايش كم ممارس صيدله عندك؟ ايش كم ممارس صيدله؟ الممارس 15. 15 و 45 60 ثلاث شفتات عندي دكتور يعني. فانه هو من ذاك الاسبوع انا بلشت. زين شفت رايك زون عندك بالمستشفى؟ اي عندي سفترايك. فلاجيل انجكشن؟ اي موجود. فلاجيل حب؟ اي دكتور موجود. زين بيتوسين؟ بيتوسين اي موجود. بيتوسين تعالوا قولوا لي ليش مشتري من برا. دقيقه ابني، الباراسيتول حب ما موجود كطوارئ، بس قناني موجود. بنتي اسمعيني شنو اقول، هذا المريض مشتري دن الأدوية الموجودة بالمستشفى، مشتريها من برا. أنت تقولين موجودة بالمستشفى، ليش مشتريها من برا؟ راق الطوارئ؟ نعم. هي عندي زوجتي. يعني رقود دخول جديد لو صار ثلاث أيام. البارحة وصار عندها ولادة مبكرة 5 أشهر، وطلبوا من عندي هذا العلاج وخذته من الخارج، كتبوا لي قالها من الخارج. الفيالات كلها موجودة بس الحبوب ما موجودة، بس ليش مشتري من برا؟ الطوارئ ما بيها حبوب، الطوارئ بيها فقط. اسمحي لي شوي شوي طولي بالك. الطوارئ بيها فقط أدوية الطوارئ الإنجكشن. الرجل قدامكم دي يقول اشتريتها من برا، أنتوا تقولون موجودة بالمستشفى. أكو خلل؟ أكو خلل لو ماكو خلل؟ وين هذا الخلل؟ ما أعرف. من يعرف؟ أنا أعرف اللي جاي يستوني. نشوف الطبلة ما تبي على يمهم. يعني ما أعرف شو وقت دخل وليش ما استلم، لأن أنا عندي موجود. شو وقت تعرفي لي؟ هسه اروح اشوف انه هو شو كتبه. فادي الدكتور اصلا طبله ما يصير بالطوارئ، فاني ليش هو طبله وداخل طوارئ؟ الطوارئ فقط كارت وباس. اسمعيني، هذا المريض ادويه حسب قولك موجوده بالمستشفى. نعم. هو مشتريها من برا، الادويه تقولين موجوده بالطوارئ. صح. اريد سبب ليش اشتراها من برا. اعطيش نص ساعه وترجعي لي. صح. نص ساعة؟ نعم دكتور. ورا ما الدقيقين تجيني أمي تحشي. إحنا بمحافظة الديوانية ذيك المرة أبسط شيء، الديوانية غرقت، صارت فيضانات أمطار، المستشفى طلع عن الخدمة. الديوانية محافظة منكوبة من الصحة، من أي شيء محافظة منكوبة. إحنا هذا المستشفى شنه فرقه عن الخاص؟ شنو فرقه؟ أني عند بنيتي مسدود مخرج عندها، الأعضاء التناسلية مسددة عندها، أنا عمليتها ب4 ملايين دينار. هذا فرق محافظة المستشفى الطوارئ مال الديوانية والمستشفى العام، شنو فرقه عن الخاص؟ ليش ما يسوي؟ شو الدكاترة نفس الدكاترة والأطباء نفس الأطباء؟ ليش أنا بنيتي عمليتها ب4 ملايين لحد الآن خسران 14 مليون عليها وما مسوي نتيجة لحد الآن، وهاي صورها؟ أنا مسوي مستشفى خاص أسوي على حسابي، ماكو أنا شنو اللي أجي؟ ماكو هنا، إحنا الأطباء الكادر الطبي أو فرد شي هنا بالمستشفى ما مقصرين ويانا يعني. للأمانة مو شي قدامهم وشي واقفين، للأمانة الله ورسوله. خوش ماكو صحة هنا بالديوانية، عندنا تعبانة الأوضاع، واحنا نمشي عليك الامام الحسين ومصاب الحسين، تتنوعون للديوانيه واحنا امانه بعناقكم. اني بندر ناجي علي من محافظه الديوانيه قضاء السنيه، ونرحب بك بجيتنا. اي ولا تصعد لبتي وتشوفها، اطلب منك تصعد من عندها. والله العظيم 14 مليون لحد الان وباب قلبه مشدوع، لا انا لغادي ولا انا جاي، وظل تايه من دكتور لدكتور. واحنا تصعد وتشوف ونريد مساعدتك. المحافظه مو اقول لك اللي هي المحافظه الديوانيه هاي المنكوبه بها 14 نائب مد 12 نائب، كل شيء ما مسوينا. احنا هاي الزياره بناء على توجيه من دوله الرئيس، وانا جاي حتى اشوف الواقع، اشوف وين المشكله. بالديوانيه اكيد اكو مشكله، ومشكله كبيره تتعلق بالصحه ايضا اكو مشكله. فان شاء الله موجودان اليوم، اكو زيارات قادمه وياي مدير عام التفتيش وياي مدير عام التخطيط، نشوف وين الخلل. إذا كان خلل بالوزارة نحله، إذا كان خلل يم المحافظة نحله، إذا كان خلل يم المستشفى نحله، وإن شاء الله ميضة الخاطرة كلها طيب والخدمة. إحنا ما مقصرين ونشكر جهودكم، وعد طلب ثاني من عدة. أنا عندي أخوي بسبايكر الصواب بالجيش العراقي البطل الباسل، الصواب سووا له دكتور عملية المستشفى العامة الديوانية، حوله للخاص للمستشفى الخاص، لا مطينا تقرير طبي، لا مطينا فتشي، سجل اسمه لا مطينا تقرير طبي، واحنا راجعناكم لو بندر. نعم. سجل اسمه لاخوك، اخوك شو اسمه؟ كرار ناجي علي. تليفونه
تليفون اخوك 0780. حقيقه احنا نحتاج بناء تحتيه، مثل ما تعرفون هي بناء تحتيه قديمه، منشاتنا يعني مبنيه تقريبا سنه 1984 من ثمانينات القرن الماضي. اكثر احتياجاتنا هي تقريبا هي المستشفيات، مراكز تخصصيه، وكذلك الاجهزه التخصصيه. ان شاء الله بتضافر الجهود ووزاره الصحه والحكومه المحليه ان شاء الله قريبا بعض المشاريع ستر النور ان شاء الله. النظافه القاعيات يعني ما تحس، انا خاصه من ادخل مستشفى اطلع بمرض، اطلع بمرض. مستشفى العام عندك، مستشفى العام سونار واحد، انا ذاك اليوم بيها سونار واحد من 7 الصبح لثنتين، الطوارئ عليها، السجناء عليها، الطابق عليها، المراجع عليها، المعارف عليها، يعني كلها عليها. زين هذا السونار الواحد مستشفى الديوانية يعني العام سونار واحد يستقبل. أنا قلت لهم من الناس، قلت لهم خلونا صندوق للتبرعات، كل مريض والله العظيم ومن عندهم شققوا الباصات، يعني هو فقير ما عنده يحس بأهانة. يعني أنا من أجل المستشفى عندي باص، رحت لصديقي ما عنده علاج، انتظر. وين الباص تنين؟ هذا الباص، يعني أنا جاية انتظر علاج. خلنا نشوفه، يجوز علاج بسيط، تحاميل، لغو، براسيتو، يعني علاج أبسط شيء. تقول انتظر فد نص ساعة، الساعة بالتسعة لا علاج ماكو، قالوا لي شدوه ماكو، لا لا انتظروا. يعني أنا جاية مريضة انتظر ما أعرف ساعة. تعرفين المستشفيات العالم كله بها انتظار، وقاعدة والناس ينتظرون. أعرف انتظار. قالوا ليش نص ساعة انتظرين؟ هاي هسه خلنا ننتظر، انتظروا يعني. نظافة ماكو، هالنظافة بيش خير والدلال حقك. يعني هذا منظر أنت هسه يعني كوزير، مو كوزير، أي إنسان بسيط، أي إنسان هذا منظر طب للمستشفى؟ ما يخالف والله، أحس بأهانة، أهانة أهانة الطب، يعني تجاوز طبي. شيتي براحتك، رحم الله والدك. تمام لو مو تمام، مستشفيات قديمة، بس المستشفى ما تتفلش وانتظرون يبنون جديدة، كون نبني الجديدة وبعدين نجي نفلش. هاي اكو مشروع بناء مستشفى، اكو مشروع مستشفى آخر 300 سرير إن شاء الله خلال هذا 300 سرير نساوي أطفال خلال هاي الشهرين ثلاثة إن شاء الله. اكو مستشفى جديد 100 سرير بأحد الأقضية، اكو شغل، لكن الشغل بإرادة تأني مو شغل سرير. هاي واحد. اثنين، النظافة وغير النظافة إن شاء الله خلال الأيام القادمة الموازنة انطبقت. شو اشتريت من دني؟ بس البراستول؟ براستول اشتري من برا والله، وحاتي يومية تعبانة. يومية كم وحدة تشترين يومية؟ ثلاث قناني. قنينة شقد بيها؟ قنينة براستول شقد بيها؟ كم سي سي؟ 100 مل. مريضة يحتاج لها 30 سي سي في 4، ليش تشتري ثلاث قناني؟ اي اشتريهن يعني. اكتب لها قنينة وحدة واسوي لها صار بعيني. تسلم عينك، انا حالتي تعبانه. صار بعيني صار. قول الحمد لله والشكر. وين يوم 10 ايام وين الاحد؟ الاحد هذا عاجل. اذا ما سووا لك اياها خذ رقم التليفون وخابر. زين؟ لا حد تجي علي الاذاعه الصبح. سياده الوزير، انا سامع التحاليل كلها. اي. هسه الدوري يقول لنا مطلوب على الخاص، بعد سوينا تحاليل مره ثانيه. شلون؟ والعباس دين دانتنا وجبتنا. خلفتها ما فهمت والله. ها. التحاليل. اي. سويناها بالعام، دخلتها بالعام يومين ما جابت. اي. حولتها على شو اسمه؟ الخاص. اي. جاوبوها بسرعه. اعطونا شو اسمه ب 400,000 اخذوا من عندي والزهره دين. زين ما يخالف. ها. هسه دوري اللي مطلوب بعد 10,000. ما شنو ال 10,000؟ بعد لك حساب، ما التحاليل، مسوي لك تحاليل احنا. يعني هسه انت دافع 400 وبعدين اقول 10. لا بس بعد 10,000. اي والله. تروح وتنتظرني بغرفه المدير. امشي. اي والله. نعم مشاهدينا الكرام، خلال جولة وزير الصحة إلى محافظة الديوانية وبالتحديد إلى مستشفى الأطفال، تم افتتاح وحدة العناية المركزية والخاصة بإنعاش الأطفال، واللي راح نتعرف عليها أكثر من خلال الأستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا. إذا تعرفنا أكثر على إمكانات هذه الوحدة، تفاصيلها، عدد الأجهزة اللي تضمنها، وشنو الإمكانات اللي ممكن تقدمها. السلام عليكم. بحضور السيد معالي وزير الصحة المحترم والسيد مدير عام والوفد المرافق له، تم افتتاح وحدة العناية المركزة
الانعاش الرئوي للاطفال حديثي الولاده الار سي يو. هذه الوحده تحتوي على عدد 10 اسره اي 10 حاضنات مجهزه باحدث الاجهزه الطبيه من فنتليترات، سيبابات، سحب السوائل، سكرات، اجهزه المونيتور، انفيوجن بامب، سرنج بامب وكل ما يحتاجه القسم من اجهزه. القسم انشئ وفق مواصفات عالميه حيث الارضيه المستخدمه به من نوع الفينيل اللي هي مستخدمه بالمستشفيات العالميه، اضافه الى تبريد مركزي والجدران من ماده الاتش بي ال وفق احدث المواصفات. سابقا هذه المستشفى كانت تفتقد لهذه الوحده، يعني هذه الوحده استحدثت حديثا؟ سابقا كان عدد الاسره عندنا، يعني عندنا وحده مشابهه لها بعدد اسره 4. نفس الامكانات الحاليه؟ اعتياد الامكانيات الحاليه هي افضل يعني واكثر تطور، لان الوحده القديمه هي خلينا نقول امكانيات بسيطه بعدد اسره 4 اسره. فمع النمو السكاني، المرضى اللي يجون من خارج المحافظات، من خارج محافظه الديوانيه، كان المستشفى بحاجه الى توسعه مجال وحده الانعاش الرئوي، فتم توسعه من 4 اسره الى 10 اسره وفق احدث المواصفات وفق احدث الاجهزه بتجهيزات كامله. ان شاء الله بعد افتتاح السيد الوزير اليوم راح تدخل للخدمه بشكل تدريجي حتى يستفاد منها المرضى خدمه للصالح. نقدر نعرف اكثر تفاصيل هذا الجهاز؟ هسه مثلا احنا هنا عندنا الطفل اللي هو الخديج، خلينا نقول اللي يجي يطلع من الخدج بحاجه الى عنايه مركزه او انعاش رئوي، راح يدخل بالحاضنه. هاي حاضنه الطفل، يدخل بالحاضنه، الحاضنه يسيت بيها عندنا الحراره والرطوبه والاكسجين. هنا عندنا جهاز المونيتر اللي هو راح يكون مسؤول عن مراقبه الفعاليات الحيويه. طبعا الاكسجين راح يكون منظومه غازات طبيه مركزيه سنترال، ما تدخل قناني اكسجين الا هنا. اضافه اكو اجهزه مثل سحب السوائل اللي هي سكر، السوائل اللي تتجمع عند الطفل، واكو هواي اجهزه سانده. مثلا عندنا جهاز الفوتوثيرابي لمرض اليرقان اللي هو ابو صفار، اضافه الى اجهزه الانعاش الرئوي اللي هي الفنتليتر للي عنده مشاكل تنفسيه. سابقا الوليد الديواني لما يكون يحتاج الى كل هذه الخدمات والموضوع يتعلق باكسجين، شلون ممكن يحصل عليها؟ من اي محافظه اذا المحافظه تخلو من هذه الاجهزه؟ عفوا استاذ، سابقا هو قلت لك عندنا قسم اللي هو وحده الانعاش الرئوي القديم اللي هو بسعه 4 اسره، يعني كان يقدم خدمات يعني بالامكانيات 4 اسره بمعدل ولاداتكم، ما اعتقد فد رقم مناسب. صحيح، يعني هو هذا العدد قليل ومعدل الولادات، فكان من تمتلي عدد الاسره من الاربعه بيت، الطفل الخامس يتحول الى غير محافظه اللي هو اما النجف، كربلاء، مدينه الطب، حسب السعه السريريه وين متوفره، يعني هم عنايه مركزه بغير محافظه. فحاليا هذا راح يغنينا عن عمليه التحويل، لان راح يصير عندنا 10 اسره، واصلا القسم مهيئ مبرمج انه يستوعب حتى 20 سرير، يعني قادر يعني من ناحيه الامور اللوجستيه كتاسيسات الغازات الطبيه والتاسيسات الكهربائيه وكاجهزه طبيه، انه قادر حتى بالحالات الطارئه انه يوصل العدد لل 20 بدل العشره. فالحمد لله راح يغنينا عن هواي امور، يعني راح يساهم خلينا نقول بانقاذ الكثير من الاطفال والحفاظ على حياتهم، لان هذا مكان تعرفوا عنايه مركزه انعاش للطفل. يعني المستشفى تقدم خدماتها فقط لابناء محافظه الديوانيه؟ اكو محافظات واحياء ممكن تحول عليكم؟ استاذ، هاي كمستشفى نسائي واطفال خدماتها ما تقتصر بس على محافظه الديوانيه، عندنا كثير من الاقضيه المجاوره لمحافظه الديوانيه من ناحيه الرقعه الجغرافيه اقرب، يصير التحويل على مستشفى النسائي والاطفال. مثلا عندك قضاء الرميثه بمحافظه المثنى، قضاء الشومه لمحافظه بابل، الكثير من المرضى يجون الى مستشفى النسائي والاطفال مركز الديوانيه، اضافه الى المرضى اللي هم من محافظه الديوانيه. فلذلك المستشفى عليها ضغط كلش كبير، وتعمل الكوادر تقديم افضل الخدمات خدمه للصالح العام. ممتاز. هذه الاجهزه نوعيتها، صناعتها، الكوادر العامله بها، الامكانات؟ اغلب الاجهزه الموجوده هي من مناشئ رصينه، من مناشئ اوروبيه، تم تدريب الكوادر بشكل دوري على استخدام هاي الأجهزة، حتى من يتم إدخال القسم للخدمة يكون كل شيء جاهز، يعني من ناحية الأجهزة ومن ناحية تدريب الكوادر. كوادر الطبية مدربة حاليا، كوادر التمريضية أيضا مدربة، وكوادر الهندسية على أمور الصيانة أيضا جاهزة بهذا الخصوص.
كل مستشفياتنا عدا مستشفى حماية الأطفال ومستشفى أمراض الدم. لا أحد يهتم للوضع الاقتصادي للمراجع على الإطلاق. تفضل روح جيب هاي الوصفة من برا. أنتيبايوتكس يكلفه كذا عشرات الآلاف مئات الآلاف، وأكو ألترناتيف مو واحد، أكو اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. من تجي تحكي تسمع من هذا الحكي اللي على اعتبار حكي علمي بس هو الحقيقة there is no evidence, no scientific basis. إحنا ما نريد نطب هذا المطب زين. طيب مو أني أشوف المريض هذا، هو مستشفياتنا من يدخل لها، من يدخل لها؟ حتى حضراتكم اللي قاعدين قدامي يمكن من عندكم مريض تدزوا لغير مستشفى، تدزوا لغير ولاية، غير يدخل الناس الفقراء. تحكون محافظة منكوبة، إذا محافظة منكوبة غير أخذها بنظر الاعتبار. سو إيزي، هاك روح جيب دول، هاك روح جيب دول. شكوى اليوم من أحد المرضى، أنا عادة إخواني خواتي إخواني حتى أكون جدا صريح، دائما أخذ شكاوي المرضى بعين الصدق حتى لو كان بها تهويل. إحنا مجتمع بطبيعتنا قد نهول لكن نأخذها بعين الصدق. هل يجوز هذه الوزارة تقعد تتعاقد وتجيب دواء وخابصين نفسنا بتوطين الصناعة الدوائية، ودولة رئيس وزراء يعطي تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية وأراضي بلاش حتى ينصنع دواء بالعراق حتى يتحقق الأمن الدوائي؟ أقول له لا والله، روح جيب لي دواء أجنبي، فلان دواء يلا يشتغل. أعطيكم مثل آخر، أكو دواء سرطاني سعر الجرعة كانت 2750 دولار. من يخلي الإنديكيشن؟ يخليها الوزير؟ لو الأخ مدير عام التخطيط؟ لو الأخ مدير عام التفتيش؟ من يخلي الإنديكيشن مالته؟ من يخلوها؟ غير أطباء الأونكولوجي يخلوها؟ إحنا نخليها؟ إحنا شنو لنا علاقة بالموضوع؟ شنو الإنديكيشن؟ قالوا واحد اثنين. إش كم مريض عندكم بالعراق؟ قالوا هالقد عدد مرضى. يا بستوردوا خلوا فد نسبة فوق هذا العدد، نسبة احتياط. تو إنديكيشن. يجي مريض متعني من البصرة جايب له طلب موقع المدير العام للوزير استثناء من صرف العلاج. الغير إنديكيشن ما إلى علاقة لا من قريب ولا من بعيد. طبعاً أنا وزير وجاينا رجال متعني من البصرة وفلوس الدولة و2750 دولار أخلي هذا يروح يشتريها من برا يصرف الهياء؟ لأنه أنا على درجة عالية من اليقين إذا أقول له هذا نوت إنديكيتد وما أصرف الهياء، الطبيب يقول له روح اشتريه من برا، أنت شفائك بهذا الدواء. ويروح الدواء المريض خطية قد يتداين. زين يجوز هذا الكلام؟ بس الكل تقول ماكو دواء تقصير. وشنو الدواء؟ هسه احنا شفنا بهذه المستشفى خلينا هاي بطالة الاي في فلويد خليناها، وين ما اسألاني بالمستشفى يقولوا لي شيرينج شيرينج شيرينج. قعدنا حسبنا وغرفة واحدة طبينا، حسبنا هاي القناني مال المغذيات 2000 سي سي بيها ويست ساعة بيش هسه 11 بعد مصايرة، غرفة واحدة بيها 5 مرضى 2000 سي سي ويست. هي مو فلوس، هي فلوسنا، هاي فلوسكم، هاي غير هذا فلوس النفط، فلوسنا كنا. الدستور يقول النفط والغاز ملك للشعب العراقي، هاي فلوس النفط غير احرص عليها. اكو مال براكتس كلش هواي بالبلد، والجزء الكبير الحقيقه اللي نعاني منه احنا كوزاره هو المال براكتس. اكو مال براكتس، هل يجوز في بلد من البلدان في مستشفى من المستشفيات عدد السيزيريان اكثر من الولاده الطبيعيه؟ هسه خلي نروح لأي مكان بالعالم، لأي مستشفى بالعالم أكو مال براكتس. هسه ما أحكي على السوشيال كوميونيكيشن، ما أحكي على طريقة الأندرستيميشن للمرضى، ما أحكي على طريقة الاستهزاء بالمرضى، ما أحكي على طريقة إنه معاملة المرضى لازم أن يكون only he says فقط، يعني ما يصير. هاي ما أريد أحكي عليها أنا خواتي إخواني. المرضى أهلنا، قرايبنا، ولد عشائرنا، ولد ولايتنا، ونعرفهم، وباشر الوجوه تتلاقى. وأضيف لكم قضية، اليوم كل اللي قاعدين تعالجون المرضى بعد 20-30 سنة كلكم مرضى بيد أطباء، كلكم على الإطلاق، مو بس أنتوا، أنتوا أولادكم وبناتكم وأحفادكم راح يتعالجون. إذا ما نشتغل هسه عدل وندار الناس ما حد يدارينا بعدين، إذا ما نحترم الناس ما حد يحترمنا بعدين. أنا فكر طول العمر أنا باقي طبيب، لو أنا ما أتمرض
وكلكم مجربين رايحين الى مستشفيات ورايحين الى حتى عيادات خاصه وما يعرفوكم اطباء وكلكم عندكم معاناه بما فيهم المتحدث. طيب ليش؟ بس ننتقد غيرنا؟ غير احنا نطبق على نفسنا؟ انا واحد من الناس من صرت وزير لليوم شبعان سب وشتيم وتعدي. هذا تليفوني، هاي الدوره هاي مال الشباب مال 22، ساعه واحده بالليل تنتين بالليل يدقون تليفون تجاوبهم يتجاوزون عليك، واحدهم طوله شباب، شو اسوي له يعني؟ هاي مسؤوليه عامه بها خساره. ما حد قال لي تعال صير وزير، لو اني ما قابل، لو اني ما قابل اصير وزير، احد يجرني يقول لي قوه تعال تعال صير دكتور صالح؟ اكو ريسك بالعمل. والله شنو مريض صيح علي؟ واذا صيح المريض لا شنو؟ احنا اطباء طبعا يصيح، طبعا يتعارك، ليش؟ هو المريض اسمه مريض. هو اسمه مريض. فارجوكم هذه الممارسات يجب ان يكون لها حد. رجاء الدواء الريشنال يوز اوف ميديسن. احنا اخوان اخواتي احنا ليميتد ريسورسز. احنا لو نريد نكتب كل الادويه، لو نريد نجيب كل الادويه اللي كتبوها اطباء ثقوا، نص فلوس النفط ادويه ما تكفي. لو على هذا الصرف وعلى هذا الوصف مال السي تي سكان والام ار اي، لو نخلي بكل مستشفى 10 اجهزه هم ما تكفي. لو على هذا الصرف مال الانفستيجيشن والمختبرات، لو نجيب بقدني 10 مرات هم ما تكفي. ومو هيك، هي المستشفى مو موازنه مفتوحه، هي الدائره مو موازنه مفتوحه، الوزاره مو موازنه مفتوحه، الدوله مو موازنه مفتوحه. احسبها هاي فلوسنا، فلوس المستشفى، اوفر لي منها الدواء كم فلس اجيب بها شغله ايرجنت، اوفر لي من هاي القضيه احولها على النظافه. هاي مسؤوليه الجميع، هاي لا مسؤوليه مدير وحده ولا مسؤوليه مدير عام ولا مسؤوليه وزير. نعم المدير مسؤول لانه ملزم بمتابعتها، مدير عام مسؤول ملزم بمتابعتها، وزير مسؤول ملزم بمتابعتها، لكن هذا سلوك، سلوك المنتسبين في دوائرنا وبالاخص في مستشفياتنا. احنا الان اني حقيقه اعوذ بالله من كلمه اني، من يوم امس بديت الخطاب مالتي بدا يتغير بالمستشفيات كليا. انا ما كنت احكي بهذه الطريقه، كنت اروح اقعد واسمع وياهم اتناقش واوجه، لكنه شفت انه كل ما نوجه ونتعامل بزملائيه ونتعامل بروح الفريق الواحد، بديت اشوف لا، الامور دا تمشي باتجاه اخر. احنا راح نحاسب منها فصاعدا. اي مريض اي طبيب يرفض دواء جايبته وزاره الصحه حيل التحقيق، اي طبيب يكتب دواء نوت انديكيتد حيل التحقيق. انا اطباء اونكولوجي حيل ثلاثه التحقيق هسه، والبارحه طبيب اطفال مستشفى الطفل المركزي، زين الا ثواني وحيل التحقيق هم نتيجه ان الانديكيتد ميديسين يكتبون. وطبعا الحمد لله والشكر بما فيها مستشفاكم وكل مستشفياتنا، بابواب مستشفياتنا اكو مستشفيات مال قطاع خاص صايره بين الصيدليات والمختبرات والسونار، وحتى احنا هم قمنا نفتح عياداتنا قبال المستشفيات حتى تصير القضيه اسهل. اول شيء اذا اجى اي مسؤول انا اقوم من عيادتي اطب اقول له انا مداوم بالمستشفى. اثنين حتى المرضى اذا ضاجوا من المستشفى العصريه يتمشون العياده، قريبين عليهم يقولون دكتور فلان قضيه وفلان قضيه وفلان قضيه صارت، ويدفع الكشفيه مالته ويرجع المستشفى، وجزنا اثيكال ولا ليجال. وهذا الكلام خلي يسمعه الكل. مرتين ثلاثه رحت المستشفى اليرموك، بعدين قلت دزولي قاعد المستشفى اليرموك على كل اصحاب الصيدليات والمختبرات اللي باب المستشفى. اجوا قعدوا. ثم تعالوا احكوا لي القصه، قال اريد وحدك. ثم لا مو وحدي. تعالوا فلان يوم للوزارة، وقاعدين احنا قيادة الوزارة، ثقوا بالله العظيم وهذا قسم. الحد 50% يدفعون للمنتسبين مال وزارتنا، الحد 50% من الكوست. تحليل هلقد سعره المنتسب اللي يجيبه ياخذ 50%، وصفة هلقد إلك. مو احنا توقعنا الحكي، حكيهم قالوا نحكي لك إلك بس اعطينا أمان، وقاعدين قيادة الوزارة. ونتوقع من اشوف وصفه مكتوبه الدواء واسال يقولوا لي الدواء موجود بالمستشفى، واروح للصيدليه واباوع موجود بالمستشفى واكو ورقه مكتوب انه هذا الدواء روح جيبه من برا، شنو تفسيرها؟
اكو غير تفسير؟ ليش ماكو غير تفسير؟ هلا تنهلا بالمرضى ورا المستشفى والطبيب المريض ما عنده شيء، خلص وين يروح ورا الطبيب؟ كل شغله اخرى اكو بيها مجال اخر. هذا المرض اتمرض اروح للطبيب. محافظات قد يكون بعضها وضعها جيد اقتصاديا جيد، محافظات اخرى ما مبتليه بالفساد اللي مبتليه به هاي المحافظه. احنا سيد مدير عام تفتيش قاعد، نسبه كبرى من تحقيقاتنا دائره صحه الديوانيه، نسبه كبرى من تحقيقاتنا دائره صحه الديوانيه، ونسوي تحقيق واجوا جماعه وقالوا فلان قضيه وعيدوا التحقيق وذولا مظلومين. تجي تباوع الارقام اللي قدامك تقارنها بغير دوائر، هي اسعار الادويه واحده هسه بلس ماينس، فد نسبه هم معقوله معقوله. تباوع هذا الحكي هنا شكل، ذاك الحكي هنا شكل، طيب ليش؟ زين هي مو فلوس الناس، مو فلوس دول الفقراء اللي جايين هسه اللي شفناهم جايين من القرى والارياف وجايين على مستشفى ولايتهم محافظتهم. احنا بحاجه الى ثوره، اول شيء ثوره داخليه في انفسنا، وبعدين هاي مؤسستنا نتعامل وياها كما نتعامل مع بيتنا. هذا لا يعني ماكو قصور بالوزاره، وانا اول شخص يتحمل القصور الموجود بالوزاره وامتلك الشجاعه اقول نعم اكو قصور بالوزاره وانا المسؤول الاول عن هذا القصور، لكنه بنسبه معينه. ما اقدر اقول للطبيب سوي عمليه، ما اقدر اقول للطبيب لا تقترح هذا الدواء، ما اقدر اقول له الاستشاري لا غير فلان شيء. هسه بدنا نعمل على سيستم جديد، لانه احنا الاجهزه يختارون اياها اللجان الاستشاريه هي واسعارها وشركاتها ويفرضوها وتجي كيماديه توقع العقد. الادويه اللجان الاستشاريه، استشاريه زملائكم. نشتغل على هذا السيستم ان شاء الله شويه شويه، اذا لحقنا بنبدله. الوزاره يقودوها الاطباء، ادويتها يقودوها الاطباء، اجهزتها يقودوها الاطباء، مستشفياتها يقودوها الاطباء، كلها يقودوها الاطباء. طيب اذا صار خلل من يتحمله؟ غيرهم قياده الوزاره يتحملوه؟ أكثر ناس ينتقدون الوزارة الأطباء، أكثر ناس يعترضون على الوزارة الأطباء، وهم أصحاب القرار بالوزارة. أنا ما أشوف واحد صاحب قرار يعترض، لا والله ما شايف. خواتي وإخواني أرجع مرة أخرى، كل الملاحظات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، والله إحنا ناخذ تحية اللي يقدم لنا إياها، ناخذ له تحية. كل الملاحظات اللي تجي لتحسين بيئة العمل ناخذ تحية اللي يقدم لنا إياها، وجزء من واجبنا واخلاقيا ملزمين بين قوسين افيزبل، بعض الاحيان فلوس ماكو موازنه ماكو ملزمين انه نسويها، لكن بنفس الوقت احنا ايضا ملزمين نطبق القانون. لكم علينا حق المقترحات الايجابيه وان عليكم حق تطبيق القانون، ماكو زعل، زعل ماكو. ان شاء الله الزياره القادمه تكون الامور احسن، إن شاء الله تكون أفضل، إن شاء الله الأداء يكون أحسن. ماكو مستحب تطبيق القانون، القانون مو شخصي إطلاقاً، مو شخصي. يعني من نجي على أحد الزملاء الأعزاء ونقول له تخطأت بهذه المفردة، إحنا ما نقصد شخصه، هو لا يختلف عن المتحدث بشيء ولا عن الجالسين على المنصة بشيء، الكل قاعدين أمامي أولاد عوائل ومحترمين ومتربين وأبناء أصول، الكل على الإطلاق ما حد مشكك بالشخص ابدا، نتحدث عن مخرجات قانونيه حتى لا يصير سوء فهم. كائنا من يكون، من يخطا هذا نتعامل مع المخرج هذا، مع الخطا هذا، ما نتعامل مع الشخص. فما عندنا شخص سيء على الاطلاق، عندنا مخرجات غير قانونيه، خلي يصير مبدانا بالعمل هذا. انا اريد اسمع ثلاث ملاحظات الاطباء الاطفال وثلاث ملاحظات الاطباء النسائيه ومقترحات حتى بعدها نغادر لان نروح المستشفى الاخر. مخرجات اللقاء، احنا صار اجتماع بدائرة الصحة وطرحنا أكثر المشاكل على المعالي، وحقيقة طانا أكثر المشاكل وجد لها الحلول المناسبة إن شاء الله، رح نعد خطة عمل للمضي بإنجاز المشاريع المتلكئة وكذلك متابعة المشاريع اللي مضى على إنجازها أو تأخرت فترة إنجازها، وكذلك طانا الحلول
في قضايا التخصيص المالي وكذلك شراء الأجهزة الطبية. إن شاء الله عازمين على المتابعة إن شاء الله. استمرت جولة الوزير في المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة في محافظة الديوانية، وكان ختامها زيارة إلى أصحاب مرضى الدم من الثلاسيميا والهيموفيليا وغيرها للوقوف على احتياجاتهم من خلال متابعتها بشكل شخصي وميداني مع المرضى المتواجدين وكذلك مع الأطباء المتابعين لهذه الحالات. دكتور عامر أكثر مرة نوصل له ما نقدر نوصل. هذا قدامك. اي ادري دكتور عامر سلام. الاربعاء. اجي لا انا اجي اكل اكل ود يعني كلش. تشتغل اربعاء. انا طالب كلية قانون. ابو قاسم. اشكرك. الله يحفظك دكتور. ملاحظاتك يعني ملاحظات قيمة. دكتور يعني احنا ايش نريد؟ انا كدكتور عامر مثلا مرة من المرات انتقدناه يعني بتفصيلية انه عدم تواجد اطباء. بس بالفيسبوك. ايوه اسوي له اشارة يعني مو خوفا وكذا مقابلة حتى يكون على بالصورة. زين. انه بالطوارئ نجي هنا للمستشفى العام بالطوارئ ما نلقى اطباء اختصاص. القى دوريين مع احترامي لهم انا اول ما جيت من السعودية دوريين قالت لي ماكو شيء. احنا مو كل دواء يطلع بالعالم لازم نروح نجيبه. اكو معايير علميه لاستيراد الادويه لو نمشي على حكيك ونمشي على حكي فلان ونمشي على حكي فلان نمشي على حكي فلان احنا كل فلوس النفط بس نجيبها ادويه. اريد تفهمون هاي القضيه هاي مليارات. بس احنا اسمعيني مريض بالعراق ساعه يعني ان الحق هذا الشيء اكو 150 يعني انا ام يعني انا ام انا اريد بنتي احافظ على صحتها. احنا بنيه شاب راح ثاني يوم العيد توفت بسبب هذا الشيء صح دكتور لو انا غلطان امي الدواء فعال لو الدواء هذا مو فعال عن دواء جديد الدواء فعال وكل المراكز اللي ببغداد مسوين دراسات وانا داز عليهم وسامع الشكاوي يقولون نريد السويسري من اجا وجابوا التحاليل طلع الدواء فعال ما طول الدواء فعال ماكو داعي نروح نجيب دواء جديد غالي دواء مصنوع بالعراق اللي دي يصنعوه عراقيين المرضى دي يستفيدون هي مو قضيه موده مال ملابس كل شيء جديد اجيبه تمام. حياكم الله معالي الوزير. مرحبا وسهلا وسهلا بك. بعد زيارتكم لعدد من المستشفيات اليوم في محافظة الديوانية وعدد من المراكز الصحية، تقييمكم للوضع الصحي في المحافظة وشنو أهم الاحتياجات لهذه المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هدف الزيارة الأساسي هو الاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عن قرب. وزرنا بداية مركز صحي في ناحية دغارة وزرنا مبكرا قبل الدوام الرسمي. وأيضا طلعنا على الواقع هناك وسوف نطرح الواقع الآن في هذا الاجتماع. بعد ذلك زرنا مستشفى النسائية والأطفال واجتمعنا بالكادر الطبي وأشرنا بعض نقاط الخلل. قسم من نقاط الخلل تتعلق بالتجهيز من الوزارة وقسم آخر يتعلق بالدائرة وقسم يتعلق بالمستشفى إضافة إلى آلية العمل. اتجهنا بعدها إلى مستشفى التعليمي وزدنا الطوارئ وأشرنا كثير من نقاط الخلل في هذه المستشفى بالرغم من تأكيداتنا السابقة في الزيارة السابقة لكن لم تتم المعالجة. بعدها اتجهنا لزيارة مركز رعاية صحية أولية وكان المركز والعمل في المركز بمستوى مرضي وجيد. ومن ثم اتجهنا إلى ردهة الثلاسيميا مركز ثلاسيميا مركز بحاجة إلى توسيع وهناك عمل بين دائرة الصحة والمحافظة لتوسيع هذا المركز. المحافظة تحتاج منافذ خدمات أخرى. مستشفى الأسترالي قيد الإنشاء الآن في مرحلة إعادة نظر بالتصاميم. هناك مشروع لمستشفى 300 سرير أيضا في مرحلة التصاميم نسائي وأطفال. هناك مستشفى في آل بدير 100 سرير الإعلان قريبا سوف يعلن عنه. هناك بعض المراكز الصحية. هناك مركز سرطاني الأرض جاهزة الآن الأجهزة اللجنة الفنية لتحليل للتحليل الآن في الخارج لتشاهد هذه الأجهزة مشاهدة عيانية وهي أجهزة متطورة جدا. في حال توقيع العقد خلال الشهر القادم خلال سنة إن شاء الله يكون هذا المركز متكامل. هناك مركز أيضا لرعاية الخدج إضافة إلى مركز جديد للديلزة وأيضا إكمال مستشفى الحياة المتعلقة بتأهيل ضحايا الإدمان بالإضافة إلى الأمراض النفسية. هناك عدد من المشاريع مستقبلا طبعا سوف نتوسع أكثر بهذه المشاريع لكن هذه المشاريع اللي موجودة على الخارطة الآن الآن لدينا اجتماع مع كل الكادر المتقدم في دائرة الصحة وبعد ذلك إن شاء الله
يكون تكون الصورة واضحة، وخلال الشهر القادم سيأتي فريق من الوزارة من المدراء العامين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الزيارة. دكتور، الموازنة الثلاثية، ما خصص في الموازنة الثلاثية يناسب احتياجات وزارة الصحة؟ احنا في وزارة الصحة ننظر نظرة واقعية، والنظرة الواقعية هو ننظر ماذا خصص لوزارة الصحة او كم خصص لوزارة الصحة من ضمن الموازنة العامة مقارنة بالوزارات الاخرى. طبعا انت لا تستطيع ان تخطط بشكل مثالي في وضع الموارد تكون محدودة. بالتأكيد الموازنة هي موازنة كبيرة، لكن الاحتياجات أكبر، لذلك أخذناها بنظر الاعتبار. إذا مولنا هذه الموازنة بالكامل سوف تؤثر إيجابا على تغيير واقع الصحي. ممكن تعالج مشكلة نقص الأدوية اللي شخص بالتأكيد لاحظتها بالتأكيد حضرتك. الآن إحنا هذا اليوم 20/7، كل عقود الأدوية لاحتياج عام 2024 موقع، مجرد تمويلها يكون عام 2024 تغطية كاملة بالأدوية. جيد. ما يخص الأجهزة، بعض المختصين والأطباء هذا ننتظر الموازنة، ننتظر الموازنة نشوف ايش قد التخصيص، خاصة اكو طعن ببعض النقاط بعض المواد القانونية. ان شاء الله احنا عندنا برنامج، لكن هذا البرنامج مرهون بمقدار ما يخصص من الموازنة. ممكن بعض مخرجات الاجتماع اللي راح تناقشوها اهم النقاط الان راح نناقشوا العملية الإدارية. عملية اللي ناقشناها كثيرا الحقيقة هي عملية تتبع الدواء ومسؤولية من. الان شفنا بعض المستشفيات في ردهات الطوارئ الدواء ما متوفر، لكنه وجدناه بالصيدلية الداخلية متوفر، في مدخل المستشفى متوفر. شاهدنا هذه المستشفى ما بيها دواء معين، شاهدنا مستشفى أخرى الدواء متوفر، ما تخلل فيه في الآلية الداخلية لتتبع الدواء. أيضا بعض القضايا الإدارية، ونناقش أيضا المشاريع المقترحة للمحافظة. إذن مثل ما تابعنا وتحدث الأخوة المرضى بشكل مباشر إلى السيد وزير الصحة، موضوع نقص الأدوية ونقص البنى التحتية هي من أهم الإشكالات والمشاكل اللي يواجهها المواطن الديواني لما يراجع المؤسسات الصحية. السيد الوزير ومن خلال الاجتماع الموسع اللي تم عقده بدائرة صحة المحافظة أوعد بحلحلة هذه الإشكالات من خلال التخصيصات المالية اللي راح تطلق قريباً لكل الوزارات. نتمنى أن هذه المشكلة تنحل بأقرب وقت، وأنه ينعم المواطن الديواني بأفضل الخدمات الصحية وفي القطاع العام. تغطيتنا انتهت، نلتقيكم بتغطيات أخرى. في أمان الله.